صالح الزهيمي رئيس مجلس شركة عبر الخليج لتقنية المعلومات والشركة العمانية الوحيدة المتخصصة في مجال تنظيم المعرفة. شاركنا في هذا المؤتمر للمرة الثانية على التوالي، والمؤتمر طبعا هو يفتح لنا المجال للتعرف على الشركات الثانية المعنية بتقنيات الأوبن سورس، وأيضا يطلعنا أو يفتح لنا المجال للاحتكاك مع الخبراء الدوليين في مجال البرامج مفتوحة المصدر. الشركة مهتمة بهذا القطاع، قطاع تنظيم المعرفة، لها إسهامات كبيرة منذ 15 سنة إلى الآن في برنامج آفاق المعرفة، وهو الأوسع انتشارا في سلطنة عمان وخارج عمان. طبق إلى الآن في 1500 مكتبة داخل السلطنة وخارجها في 10 دول حول العالم. وأيضا عندنا المقصورة، وهي منصة رقمية لإتاحة النص العماني للتصفح الكامل. نستهدف في حتى نهاية 2019 إدخال ورقمنة 1 مليون صفحة عمانية وإتاحتها من خلال المقصورة. كذلك نحن أيضا من الشركات النادرة في عمان التي تورد تقنية RFID، وهي تقنية تعتمد في المكتبات والمكتبات الأكاديمية بشكل خاص للحفاظ على الكتب، وأيضا من أجل سهولة عمليات الإعارة والإرجاع للمصادر المعرفية المتاحة في المكتبات. نأمل أن يكون توسعنا المقبل بإذن الله تعالى في بالشراكة مع مؤسسات وصناديق استثمارية داخل عمان من أجل التوسع والتحول نحو الآي كلاود أو النسخة السحابية لبرامجنا وأنظمتنا. هذا المؤتمر يعتبر من المؤتمرات الرائعة والمؤتمرات الفريدة والمتميزة التي تتيح للشباب العمانيين فعلا أن يفتح لهم آفاق جديدة نحو التوسع العالمي.